جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 392 عنصراً إجرامياً بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 228 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 99 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 736 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 102 بندقية، و66 بندقية آلية، و36 مسدساً، و530 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و80 خزينة، إضافة ل1132 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 457,375 حكماً قضائياً، من بينهم 1644 حكم جناية، 168,013 حكم حبس، و224,296 حكم غرامة، و63,422 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهماً قاموا بارتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 94 حادث ما بين قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 124 متهماً، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1178 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 217 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1687 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 50 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 35.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 6 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 67,462 قرص مؤثر و2620 قرصة ترامادول مخدر، كما تم إبادة 12 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 50 مليون جنيه. كما تم ضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 44 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.